بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخوتي الطالبات، قسم النهائي شعبة الرياضيات وتقنية رياضية وعلوم تجريبية، أقدم لكم تمرين آخر فيما يخص الأعداد المركبة التحويلات النقطية. تفهموا مليح كما راكم تشاهدوا. تمرين شو يقول؟ A B C نقط في المستوي المركب، حيث Z A يساوي واحد، Z B يساوي ناقص واحد ناقص E، و Z C يساوي ناقص واحد زائد E. عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة Z، بحيث الطاولة لزد ناقص واحد تساوي الطاولة لزد زائد واحد زائد اي. ثانيا، اذا كان الكسر زد زائد واحد زائد اي على زد ناقص واحد ينتمي الى الاعداد الحقيقية، يعني الجزء التخيلي مش موجود، منعدم. اذا نبداو في الطرح الاول، نكتبو زد ناقص واحد طاولة تساوي الطاولة زد زائد واحد زائد اي. نكتبوها كذلك، زد ناقص ناقص واحد، اي زد ناقص ناقص واحد ناقص اي. واش نلاحظوا لهنا؟ لهنا واحد معناه زد ا، لهنا زد ب. نكتب إذن طاولة زد ناقص زد أ تساوي زد ناقص زد ب، معناه التفسير الهندسي، معناه أم الطول ام هو ب ام. وهذا واش نهي؟ كيعود ام ب ام، ام هي النقطة الذي تتحول وتتحرك، و ا ب هما صامدان. اذا كما راكم تشاهدوا، ا ب مجموعة معناها لنا ام ام تساوي بام. مجموعة النقط ام هي 1 محور القطعة AB. السؤال الثاني، زد
زد واحد زد اي على زد ناقص واحد. ينتمي الى ار، معناه الجزء التخيلي منعدم. إذن الارجيومون زد زائد واحد زائد اي على زد ناقص واحد تساوي صفر، ولكن اي بي. اي الارجيومون زد ناقص زد بي على زد ناقص زد ا هي ام. بام يساوي صفر بي. ام بام بي معناه ان اي ام ا ام بي يساوي صفر دلت. واش نلاحظو؟ عندك حالة الاولى يتغير لها، تغير ام النقطة ام تتحرك على ابي القطع ابي، ولكن تقدر تخرج على ابي. ولكن باستثناء النقطة ا، مجموعة النقطة ام هي مستقيم غبي باستثناء ذات الإحداثيات واحد صفر. علاه؟ لأن زد زائد واحد زائد إي على زد ناقص واحد معرفة من أجل زد يختلف على واحد، وزاد واحد معناه واحد زائد اي صفر معناه ا واحد صفر إحداثية واحد. إذن مجموعة النقط ام هي المستقيم ا بي باستثناء ا واحد صفر، هذه هي الام. إذن مجموعة هي المستقيم AB باستثناء
هذه النقطة. والسلام عليكم ورحمة الله.